لازم اسالك على تونس ومواجهتها قدام المنتخب المالي في تصفيات كاس العالم، تتوقع ايه لهذه المواجهه مع تغييرات فنيه في المنتخب التونسي؟ والله يعني احنا منتخبنا محير جدا، يعني نفس ما شفنا في البطوله العربيه وشفنا في كاس امم افريقيا انه ما ناش مستقرين يعني اداء على اختيارات مهمه جدا، حراسه المرمى وفي الدفاع وفي نص الملعب وفي الهجوم، عندنا تغييرات كثيره. طبعا تغير المدرب مباراتين مهمات جدا لمستقبل الكره في تونس، المستقبل القريب يعني حتى اداريا ممكن عدم التاهل لكاس العالم يكون له تاثير كبير جدا على وضع الكره في تونس واتحاد الكره في تونس. ولكن انا نقول ما زالت عندنا حظوظنا في تونس، بس لازم نحضر بشكل جيد لهذه المباريات. يعني صراحه جلال القادري مدرب شاب يتحط في موقف مهم جدا في مشواره، اذا يدير بشكل ويحضر ويدير بشكل ممتاز مباريات مالي. مالي طبعا في الاخير فاز علينا في امم افريقيا، ولكن مش المنتخب اللي مش السنغال، يعني مش المنتخب الكاميروني، يعني صحيح. صراحه اقل منهم يعني صحيح. تصنيف واقل منهم حتى امكانيات. ولذا اذا احنا في احسن حالاتنا انا اعتقد ان فرصه كبيره ان نمشي كاس العالم وتتغير امور كثيره بالمنتخب التونسي. بالنسبه لمصر قدام السنغال تصفيات كاس العالم، هذه صعبه جدا جدا جدا. انا بصراحه يعني عارف انه بيصير تحضير وعارف انه بيصير شغل في المنتخب المصري، ولكن فعلا على 180 دقيقه لازم تكون في احسن حالاتك. يعني للامانه نكون صادق معك، الفرصه موجوده ولكن لازمها اداء كبير واداء بطولي. طبعا اللي عودونا اللاعبين المصريين على قوه الشخصيه وعلى القتاليه، ممكن حتى اللعب المباراه الثانيه في السنغال باش تخلي شويه الضغط يكبر في مباراه مصر، ولكن المستويات مش بذيك الفوارق البعيده جدا. اذا عرفت تدير الموقف في مباراه مصر وسهلت على نفسك مباراه السنغال، لازم تسجل عليهم. يعني من الاخر لازم تسجل عليهم اكبر، ما فيش نقاش، لازم تسجل عليهم. وطبعا شفنا حماس ابو الجبل وحماس اللعيبه المصريين، وعارفين انه رده الفعل بتصير. مع هذا كله نقر باني صعبه جدا يعني للامانه. صحيح. كابتن الكبير واحد من اساطير كره القدم العربيه والتونسيه كابتن زبير بايا من ابو ظبي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شكرا جزيلا. كلام مهم، ده كان لعيب كبير، لعيب كان اسطوره يعني، واحد من اساطير فعلا الكره العربيه والمنتخب التونسي. طيب عايز اكمل لكم حاجه فيما يخص النادي الاهلي. النهارده في ناس يعني داست شويه او يعني قالت كلام تقيل شويه على حسين الشحات، على طاهر محمد طاهر، على علي لطفي. خلينا على علي لطفي الاول، هبدا بعلي لطفي. النهارده ناس كتير قالت لك انه الاهلي لازم له حارس تاني بنفس قوه محمد الشناوي، وانتقدوا علي لطفي. هي الكره التانيه تحديدا ان خدت ايده ودخلت، بس هي وارد تخش وارد لا، يعني بالمناسبه هو مش خطا صريح، يعني ممكن تتصد وممكن لا، هي بتبقى لحظه في النهايه يعني، وخبرات حارس مرمى وممارسه حارس مرمى. بس بصراحه شديده، اي مقارنه بين علي لطفي ومحمد الشناوي هي اكيد مقارنه ظالمه لعلي لطفي. مش عشان بتكلم على فرق المهارات الفرديه عند الشناوي وعلي لطفي ان الشناوي احسن من علي لطفي، لا، في مشاركات وفي خبرات وفي تراكمات عند محمد الشناوي اكيد هتخليه افضل من علي لطفي لو بتقيس في هذه اللحظه، اكيد ده منطق يعني، ده ألف ب، ده واحد. اتنين، انه مفيش ابدا اي فريق في العالم غالبا يعني او معظم فرق العالم الحارس الاول بيبقى نفس قوه الحارس الثاني او الحارس الثالث، لازم الحارس الاول بيبقى عنده بعض الدرجات الزياده. ده بيحصل، ده موجود في ليفربول يعني، اليسون بعد اليسون مين؟ الحراس اللي بعد اليسون قليلين، اللي بعد ادرسون في مانشستر سيتي قليلين، اللي بعد تريشتيجن في برشلونه قليلين، اللي بعد كورتوا في ريال مدريد قليلين، وهكذا يعني. ده اللي بيحصل في اي حته في العالم، مش لازم يبقى نفس المستوى. بس عموما ما حبيتش تحميل علي لطفي النهارده اي حاجه في هذه المواجهه.